رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على ما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور في جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى سلاح البحرية الملكي وتدشين عدد من السفن الحربية. ثم وجه المجلس باستمرار تجديد الرقابة على أسعار السلع والعمل على استقرارها، وكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتأكد من وفرة السلع أمام المواطنين والمقيمين وفقا لاحتياجات السوق الاستهلاكية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ثم أكد المجلس أن مملكة البحرين تواصل تبني المبادرات التي تعزز من قيم المحبة والسلام في العالم، وذلك في ضوء إشادة المجلس باليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله والذي يصادف 5 أبريل من كل عام. بعدها أعرب المجلس بمناسبة يوم الصحة العالمي عن شكره للكوادر الطبية والصحية على جهودهم المخلصة وتضحياتهم المقدرة خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الكوادر الطبية تستحق كل التقدير لما توالي بذله من جهد وعطاء مقدر لتقديم أفضل الرعاية الصحية في مختلف الظروف والتحديات. ثم رحب المجلس بقرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في جلسته التي عقدت مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة. بعد ذلك رحب المجلس بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبريغ عن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة 2 شهر، مثمنا تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف اليمنية مع مساعي المبعوث الأممي والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل يضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 والتي تتضمن 4 محاور رئيسية تتصل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئات الأولى أو الأولى بالرعاية وحقوق التضامن. مذكرة سعادة وزير شؤون الدفاع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. مذكرة بشأن تسمية سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء لتمثيل مملكة البحرين لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ثم أخذ المجلس علما من خلال تقارير أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور القمة العالمية للحكومات والاجتماع 4 لوزراء الداخلية بدول التحالف الأمني الدولي، والمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وزيارة دولة إسرائيل، والمشاركة في منتدى النقب الدبلوماسي، والمشاركة في مؤتمر حوار برلين للطاقة العالمي ونتائج الاجتماع 7 للجنة البحرينية التركية المشتركة، والمشاركة في المعرض الدولي للسياحة، والمشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، والمشاركة في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والمشاركة في اجتماع وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فيما أخذ المجلس علما كذلك بالمشاركات الخارجية للوزراء وزيرات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر أبريل 2022.